نرحب بحضراتكم مرة تانية وكعادتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها بكل تأكيد زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية ستس الأمرة في بني سويف امبارح، وافتتاح سيادته لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. طبعا خلال الزيارة دي يا جمانة امبارح سيادة الرئيس وجه الحكومة بتنفيذ عدد من القرارات، منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقت 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وكمان زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة عشان يصل ليه 4000 جنيه بدل من 3500 جنيه. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية ستس الأمراء بمحافظة بني سويف، وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. وخلال الزيارة توجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سرادق العزاء وتقدم بالعزاء والمواساة لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار وفيضانات ليبيا. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدد من القرارات، منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه ل 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. تضمنت القرارات أيضاً زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 مليون أسرة، أيضاً مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وده مع سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وأيضاً إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لحد أقصى نهاية 2024. وامبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته مع أهالي بني سويف: لا شك إن ظروف صعبة صحيح، وأنا منكم وحاسس بيكم، بس خلي بالكم، يعني بقالنا 4 سنين في ظروف صعبة جداً، سنتين منهم الدنيا كلها والعالم كله علشان موضوع كورونا واللي حصل، وسلاسل الإمداد تأثرت تأثر كبير والعالم والاقتصاد كله توقف، لكن إحنا ما توقفناش علشان إحنا ورانا حلم كبير قوي شغالين فيه، وكنا نأمل إن الأمور أحسن، لكن جت أزمة تانية كبيرة وكان ليها تأثير كبير، وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة اللي بقول فيها ليكم افتكروا كويس لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا إذا نجحنا فيها ننطلق لآفاق أفضل، وكان معدل النمو متقدم وصل ل 5.8%، وكنا نأمل أكتر من كده. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار. كمان امبارح توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقال الرئيس في تدوينة عبر تويتر: أتوجه بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين، وإنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات. شكراً لكم من كل قلبي، ودائماً وأبداً تحيا مصر.
أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة حصلت في محافظات مصر امبارح. في الوادي الجديد مثلا تم الانتهاء من رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الدخلة، تكلفتها وصلت 1,600,000 جنيه، وده ساعد لأول مرة في زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة. نروح لسوهاج، واللي تم الإعلان عن فحص 63,000 مواطن خلال أغسطس اللي فات ضمن حملة 100 يوم صحة. أما في الشرقية فتم تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون جنيه بمركز هي تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الوادي الجديد تم الانتهاء من رفع كفاءة محطة الطرد الخاصة بمدينة موط بمركز الدخلة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وده ساعد لأول مرة في زيادة متوسط ساعات تشغيل محطات مياه الشرب المغذية للمدينة ل 18 ساعة دون انقطاع، وأيضاً تحسين كفاءة الخدمة ووصولها لكافة المناطق اللي كانت بتعاني من ضعف الخدمة. في الأليوبية شهدت المحافظة افتتاح معرض أهلاً مدارس تحت عنوان معرض المبادرات الشبابية ضد الغلاء، واللي أقيم بمركز شباب مدينة قها لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة. يتضمن المعرض توفير الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية مع التركيز على المنتج المصري بهدف الترويج للصناعات المحلية. في سوهاج أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن توقيع الكشف الطبي وفحص 63,800 مواطن ومواطنة ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر أغسطس الماضي. في البحر الأحمر يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من امبارح السبت وحتى نهاية الأسبوع 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من عدة دول مختلفة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط وحتى وصولهم للفنادق المختلفة. في المنيا أكدت مديرية الطب البيطري تقديم خدمتها 1492 رأس ماشية شملت علاج جماعي وعلاج باطني وتجريع ضد الطفيليات الداخلية وفحص باستخدام جهاز السونار، بالإضافة للتوعية للمواطنين في مجلس قروي بني محمد سلطان بمركز المنيا، وده في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليون و500 ألف جنيه بمركز هاهية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشباب والرياضة والأبنية التعليمية، والمشروعات دي جاهزة للافتتاح في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.